تشاهدون في رمضان تخبئ المهرية هذا الموسم شيئا من المفاجآت الرمضانية، مسلسلات وبرامج تنتظركم خلال شهر رمضان، على رأسها يتربع عيال المرحوم، عمل درامي كوميدي يضم مجموعة من أبرز الممثلين اليمنيين. دقة طبول الحرب يا كريم. أيها الشعب الرئيس، أيها الجماهير الأذبية، السلام عليكم ورحمة الله. أخرجوني من زهايمر. الله يسلم على أحلاها. أنا أبدع لك يا مسمس حبيبة قلبي. يا صباح الدرب والتدرب. يا مرحبا كش وهلش. برنامج يناقش القضايا والمشكلات الاجتماعية، يفتش عن الظواهر المنتشرة في المجتمع، يستطلع آراء الناس في الشارع عنها، ثم يعالجها بطريقة سردية ويرشدك إلى طريق العبور نحو الغد. عيسى عبد الواسع كان معكم العام الماضي في أقيال حول الرسول، يعود إليكم هذا العام في البرنامج الاجتماعي عبور. نبحر في ضمير الإنسان، نفتش في ذاكرة الحياة، نتأمل ظواهر المجتمع، ننظر إليها من فضاء واسع، نعرض مشكلاتنا، نعالجها، نطرح الحلول، نحاول رسم الطريق للعبور نحو الغد. العادات والتقاليد والطقوس الرمضانية، كيف يقضي الناس أوقاتهم في رمضان، وهل تختلف أو يختلف ذلك من محافظة إلى أخرى؟ هذه الأمور وغيرها مكانها هذا البرنامج ديوان رمضان. مآذن وتسابيح وتراويح وابتهالات، أجواء خاصة وأطباق فريدة، فعاليات ومناسبات شعبية، عادات وتقاليد اجتماعية، وتكافل وتراحم. حكاية رمضان في ديوان رمضان قريبا على شاشة قناة المهرية. سقطرى الأرض والإنسان، حدثكم هذا البرنامج العام الماضي عن جزيرة سقطرى، تاريخها جغرافيتها وطباع أبنائها. يطوف بكم هذا البرنامج في جزئه الثاني على الجبال والوديان، تزور الكاميرا هذه المرة مناطق ربما لم تقع عينك عليها من قبل. نمر في الوديان ونصعد الجبال حتى نعانق السحاب، يدفعنا فضول الاستكشاف إلى المخاطرة. طبعا الكهف كبير 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 كبير، فنركب الأمواج ونغوص في الأعماق لنوثق الدهشة وندون الأسطورة من قرب. شوي من دراهم يجيع، هي من دراهم عن كيف راح يقعد شوى إليك بدراهم وكتح صايفة. نسمع حديث الإنسان ونلقي نظرة إلى المكان لنؤلف دليلاً سياحياً مرئياً يهدي إلى مخابئ جمال هذه الجزيرة الغامضة. من الجزيرة الأغرب والأجمل على كوكب الأرض، جزيرة يا درة في البحر، يا قصة.
يقدم الأستاذ عارف الصرمي خلال شهر رمضان برنامج الخلاصة بنسخته الثانية، يحاور فيه نخبة من صناع القرار والرأي من مختلف المجالات والتخصصات. نتأمل بعمق، نصنع الأخبار، نعد البرامج، نتابع كل التطورات، ما أكثرها التفاصيل، نوجدها في الخلاصة مع الخبراء والسياسيين وأصحاب الرأي. الخلاصة يوميا في رمضان على شاشة المهرية.